بالتجهين إلى بلاد الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. هذا بلاد الجزائر في البحرين في زلاق. شو اللي يميز هالمكان هذا؟ طبعا الدخلة للنفر بعشرين ريال والشخصين كم؟ باربعين ريال. بهالاربعين ريال يعطونكم كوبونات قيمة أكل بقيمة اربعين ريال، يعني ما انتم بخسرانين شيء. المبلغ اللي بدفعونه بتاخذون بداله أكل. وشوفوا ما شاء الله عندهم هذه حمامات رجال نساء مبردة مكيفة نظيفة، وفي عندهم مقاهي كاريبو وغيره وغيره وغيره. ما شاء الله يعني المكان رائع جدا صراحة. بنوصل للبحر ونصور لكم. طبعا هذا 2 دينار حبايبي نستخدمهم في كاريبو، الحين ناخذ منهم مشروب. زي ما انتم شايفين شباب حبايبي احنا هذا الحين قاعد اتقدم في الماي، هذا زلاق. طبعا انا الحين الماي ما شاء الله امن، يعني ما في لا صخور ولا في سمك ولا شيء، بس الماي المالح يحرق يعني شب وجهي صراحة. شفتوا زي ما انتم شايفين لو تروحون بعيد هناك بتشوفون حاطين زي السور امان من هنا ينطلق من هناك. شوفوا من هناك، شوف هذا حاول اقرب. شفتوا السور الامان الى نهاية، شوف السلوت الى هنا. شوف وهذا الشاطئ، طبعا هذا الشاطئ بفلوس بس الشباب جابوا كعدو طلعهم الهندي. شوف طلعهم. معلا طالعين النظارة بغطس انا. فشباب انصحكم بهالشاطئ صراحة شيء خيالي نظيف جدا والله. شوفها بنزل اصور لكم تحت الماي. شوف بوريك نظيف جدا والله، في نظافة مو طبيعية. وصلت له توصل لهناك يصعدك وهو يرقيك. لا والله تخيل يصعدك نظيف بس ملوحته زايدة ترى. المهم شباب انا بحاول ان انا اكمل التغطية. البحر من حلاته والله ما ودك تطلع صراحة، نظيف نظافة ما تتخيلون. شوف انا الحين لوين واصلة رجلي للركب، كان روعة. والسلوت شوف المنظر شلون يجنن، شيء خيال. طبعا شوف هنا حتى عوائل كامل نازلة، حريم ورجال، جميل الوضع صراحة. ما ادري تسمعوني ولا لا، بس انا راح اوصل لاعمق نقطة احاول اصور لكم تحت. هذا مكان اللايف جارد هناك، وهذا الشيء مكتوب. اقرب واشوف. الوضع جميل يا شباب صراحة روعة. فأدعوكم صراحة لا يفوتكم هل مسبح الرهيب الكبير، شاطئ عظيم
نقطة صحة ونشوف. بسم الله. من ملوحة الماي حتى ما يمديك تغطس تحت اصلا. ما يمديك. ما له حيل الماي. ما يخليك. الله يعطيكم العافية. ما ادري انتهى الفيديو ولا لا بس صراحة الوضع جدا جميل. كمل لكم الفيديو الجميل. احنا الحين يا شباب ما زلنا في المكان الجميل اللي سولت لكم عنه، ولكن الحين الغروب. شوف الغروب الحين قاعد يطلع والشيء المنظر خيالي. هذا كاريبو. اخذ سريع مكان زي ما انتم شايفين. بنقرب على الغروب. طبعا بنشوف هنا في فدراكرز هناك. نقرب عليه. هذا جونز، بابا جونز. وهذه ما ادري شو هو. وهذا جنبه بعد قرب كراك. شنو في غيره؟ ما ادري بشيك. نروح نطالع هنا اللوحه ايش مكتوب فيها. في اشياء ثانيه احنا ما شفناها. هذا فدراكرز وكاريبو. نكمل. طبعا هنا مكتوب رصيف بحري، عربات متنقلة، منطقة ألعاب زي ما انتم شايفين. شوفوا عيادات، إسعاف، مكتب إدارة، كذا 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 كذا. والمكان رهيب صراحة، يعني ما في ذيك الأماكن كثيرة بس صراحة يكفي وفي. هذه يا الله البرد ضربني. هذا كاريبو وفدراكر. مكان جميل. انا بس قاعد اصور اوريكم حلاوه المحل. صدق طولنا عليكم بس الوضع روعه حبايبي. يعطيكم العافيه. هذا الحين دوز، مقهى دوز. وهذا الغروب الجميل. وهذا هنا ناس عازمين على قهوه، بنروح ناخذ قهوة.